طيب سريعا بقى هنروح معاكم لكابتن شريف عادل معانا من مع لا هنروح الأول لشريف عادل مراسلنا من الإسماعيلية اللي هيكون معانا عشان يطلعنا بقى عن آخر المستجدات والكواليس الخاصة بتولي كابتن إيهاب جلال القيادة الفنية لفريق الدراويش. مشاهدي طبعا اون تايم سبورت في كل مكان، يمكن زي ما انت قلتي يا شيما في حديثك، كابتن ايهاب جلال كان ليه تجارب تدريبيه عديده خلال السنوات الماضيه، ولكن كان ليه تجربه مهمه جدا داخل النادي الاسماعيلي من سنتين. كانت تجربه لما تولى مهمه المدير الفني للنادي الاسماعيلي، وكانت الظروف صعبه جدا جدا برضه، وقدر ان هو يعني ينتشل الفريق من دوامه الهبوط، ودي كانت تجربه في عام 2021 وكانت تجربه مهمه. الساعات والايام اللي فاتت وكواليسها ايه وتفاصيلها، يمكن بصراحه الكابتن ايهاب يعني عارف تماما ظروف النادي الاسماعيلي في المرحله الحاليه، يمكن كمان مفيش مجلس اداره يا شيما في التوقيت الحالي، اللي بيدير النادي هو لجنه ثلاثيه لحين انعقاد انتخابات في 19 اغسطس الحالي، وهيكون في مجلس اداره منتخب، فبيدير النادي لجنه ثلاثيه بالتنسيق مع اللجنه الفنيه برئاسه الكابتن علي ابو جريشه. الكواليس داخل النادي الاسماعيلي تفاصيلها يعني فيها في تفاصيل صعبه كتير، من مشاكل ماديه، من شكاوي في الفيفا، من شكاوي في اتحاد الكوره، من رحيل لاعبين اساسيين يا شيما زي احمد مدبولي ومحمد الشامي واحمد عادل عبد المنعم وعمر الوحش وسيرجي اكا، لعيبه كانت اساسيه تشارك في الموسم الماضي رحلت بشكل رسمي مع انتهاء عقودها، من لعيبه عايزه تمشي او لعيبه يعني بيجي لها عروض من وقت للتاني زي عبد الرحمن مجدي وبار المحمدي. كابتن ايهاب مطلع على كل الامور ده، بيشتغل في التوقيت الحالي او هيشتغل في التوقيت الحالي بما هو متاح، حتى كمان في عقده مع النادي الاسماعيلي بصراحه الكابتن ايهاب قدم تنازلات يعني كبيره جدا جدا خلال تعاقده المادي مع النادي الاسماعيلي، وقدم عدد يعني من الامتيازات برضو في عقده بامتيازات للنادي الاسماعيلي كمان بصراحه، يعني هو كان يعني كان دايما بنتابع في الفترات اللي فاتت ان بعض المدربين او المديرين الفنيين بيحطوا بند في التعاقد في حاله يعني ان هو يعني احتلال الاسماعيلي مركز الثامن او تاسع او عاشر ياخد مكافاه مثلا على سبيل المثال مع نادي كابتن ايهاب طبعا لا، حاطط التارجت بتاعه الاربع مراكز الاولى، هو ده يعني بالنسبه لي هو ده الهدف الرئيسي. طبعا الظروف داخل النادي الاسماعيلي صعبه بقى لها ثلاث سنين طبعاً، ولكن في النهايه كابتن ايهاب زي ما انت قلتي هل هيتم توفير صفقات ولاعيبه والكلام ده كله ليه؟ هو واضح كده من خطه الكابتن ايهاب هو هيشتغل باذن الله بما هو متاح، ان توفر شيء طبعا ان زي ما بقول لك مفيش مجلس اداره في التوقيت الحالي لسه هيبقى 19 اغسطس هيكون شيء ايجابي، لو ما توفرش مقيد النادي الاسماعيلي بعت قائمته 29 لعيب، القائمه الاولى بعتها 29 لعيب، ايد كل اللعيبه بلا استثناء بما فيهم بعض اللعيبه اللي كانوا بعيد عن الصوره في الفترات الماضيه زي صالح جمعه وباسم مرسي اللي كان اعاره للبنك الاهلي ورجع، حمدي النقاش، كل اللعيبه داخل النادي الاسماعيلي اتايدت تماما